مرحبا، أنا مصطفى ريالات، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة الدستور. نعمل اليوم عن بعد، نصدر صحيفة الدستور بصيغة البي دي اف، نعمل من المنزل لنشر رسالتنا المهنية ورسالة الدولة. أنا معالي دحام، رئيس قسم التنفيذ، ونحن نشتغل من بيوتنا نظام العمل عن بعد. أنا محمد المغربي، حالياً نقوم بإخراج وتنفيذ الصفحات الإلكترونية عن بعد. أنا هيثم المروثي من قسم التنفيذ والإخراج، وإحنا حالياً نقوم بتنفيذ الصفحات عن بعد. أنا محمد سعيد الشيخ، سكرتير تحرير المحليات، وإحنا بجريدة الدستور قررنا ما نوقف العمل ونعمل من بيتنا. أنا أيمن ذياب، مدير الأقسام الفنية، إحنا بالدستور قررنا نعمل من بيتنا الصغير لأجل حماية الأردن. نشتغل من بيوتنا اليوم ونمارس العمل عن بعد عشان نحمي حالنا ونحمي أطفالنا. اسمي أيمن توبة، سكرتير تحرير أول في موقع الدستور الإلكتروني، أعمل عن بعد من المنزل. أنا باسل صغيلات، صحفي ومحرر على الموقع الإلكتروني، عملي عن بعد. أحمد الحمود، محرر موقع إلكتروني جريدة الدستور، وبعمل من المنزل.